أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صوت الحق والقانون. يسعدنا ويشرفنا اليوم استضافة السيد الأستاذ الدكتور ماجد الشربيني، رئيس الأكاديمية ونائب وزير الدولة للبحث العلمي، فأهلا ومرحبا بي. حياة بيسعدنا تشريف حضرتك في برنامج صوت الحق والقانون. وبداية كده هو عايزين نقول كيف تقوم منظومة البحث العلمي في مصر في جهود الدولة للتنمية، دورها ايه بالضبط؟ وطبعا دلوقتي اول شيء واهم شيء هو تولي القيادة السياسية وتبنيها لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، وده كان قرار سياسي مهم جدا انه يحصل عشان يوضح ويحط دور للبحث العلمي ومنظومة العلوم والتكنولوجيا، والهدف منها هو الوصول إلى المجتمع أو الاقتصاد القائم على المعرفة. ده هدف رئيسي وإحنا كلنا بنسعى عليه، ومنظومة العلوم والتكنولوجيا دلوقتي هدفها بتخدم هذا النطاق، بحيث إن إحنا نقدر في الآخر نعمل تنمية اقتصادية قائمة على المعرفة. والمعرفة عشان نقدر نوصل لها لازم نعتمد على ثلاث أشياء مهمين، هما التعليم والبحث العلمي والابتكار. دول هما الثلاث أجزاء الرئيسية اللي احنا محتاجين نقوم بنهضتهم وتدعيمهم في الفترة القادمة ان شاء الله. تفسير سيادتكم ايه لعدم احساس المواطن المصري بدور البحث العلمي في حل مشاكله الحقيقية الموجودة على أرض الواقع؟ هو الحقيقة يعني طبعا هو مش مشعور به بقوة يعني، لكن نقدر نقول في بعض الناس بتلمسه وبعض الناس ما بتلمسوش لأنها مش شايفة مخرج نهائي تشعر به، وده اللي يهم المواطن العادي وإنسان المجتمع بتاعنا إن يكون قدامه شيء بيلمسه ويقدر يشعر به. يعني لو حضرتك مثلا بتشرب كوباية المية وعارف إن البحث العلمي هو اللي عملها وهو اللي ادى الدور بتاعه انه يخليها تحصل، حضرتك اكيد ده خليك تشعر ان البحث العلمي دور مهم جدا. يعني لو حضرتك تعلم ان معهد علوم البترول انتج ماده جديده تقدر تخلي محطات الميه تنتج 3 اضعاف كميه الميه اللي بتنتج المحطه العاديه، ده مؤكد هيلمس كل مواطن مصري وهيلمس انه يشعر ان الماء اللي بيشربه دخل فيه بحث علمي وادى الى انه يبقى انتاجيه المحطات تبقى اعلى واكبر بكتير. لو نشعر برضو انه الفواصل بتاعت الكباري الموجودة، وده برضو مخرج من مخرجات معهد البترول، ان الفواصل اللي على الكوبري حاليا بقت انعم وبقت احسن وبقت بتأدي دورها كويس، ما تخبطش في عربيتك وانت سايق على كوبري اكتوبر، المواطن هيشعر ساعتها ان ده بحث علمي بيأدي هذا الدور. لما حضرتك تعرف ان علماء المركز القومي للبحوث انتجوا قمح اللي انت حضرتك بتاكله في الغذاء والعيش بتاعنا بانتاجية اعلى 40% نتيجة ابحاثهم، ده برضو يخلي البني آدم يشعر بالدور. فبالتالي يجب أن نبحث عن المخرجات التي تلمس حياة المواطن ونظهرها فيبدأ يشعر أن البحث العلمي بيفيده. لكن للأسف أن احنا الفترة السابقة كان عندنا العدد من المخرجات الملموسة دي قليل، وبالتالي خلى المجتمع أو الجمهور ما يشعرش أن البحث العلمي بيأدي دور معاه ويعمله. فاحنا دورنا الفترة القادمة دي وبدأنا في تنشيطه جامد انه لازم يكون في دور قوي ومخرجات يشعر بها المواطن العادي، فبالتالي يبان له دور البحث العلمي. هل سعادتك بالنسبة للدول الكبرى للإنسان، هل ذات الشعور في البحث العلمي زي شعوره في قلب الدول النامية وفي مصر؟ لا طبعا، هو احنا لازم نكون واقعيين ان احنا برضو البحث العلمي ليه مشاكل وليه تمويل، واحدها التمويل، وليه مخرجات بتطلع. كل ما هتكون مخرجاتك قليلة كل ما المواطن هيشعر بيك أقل، كل ما تكون مخرجاتك كتيرة المواطن هيشعر أكتر، وبالتالي المجتمع ككل هيبقى ينمو اقتصاديا أحسن، وده اللي احنا هدفنا ان احنا نعمله. فاحنا بداية كان أحد المشاكل الموجودة هو عدم وجود ثقة ما بين المجتمع وبين العلماء، بين المجتمع البحث العلمي ومجتمع الصناعي. الحواجز دي بدأت تزال وأصبح في نوع بداية صحوة للترابط ما بين المجتمعات المختلفة دي، وده مؤكد كله تأثير
على الدور اللي بيلعبه البحث العلمي الفترة القادمة والتمويل المتاح للبحث العلمي الفترة القادمة، مما يؤدي إلى أن احنا نبقى عايزين نشعر بمخرجات أكتر، وبالتالي يبقى نشعر زي ما الناس في العالم في كوريا مثلا. النهاردة احنا لو بصينا كوريا التلفزيون اللي هو المسطح ده طلع من كوريا، الشاشة الجديدة اللي طلعت اللي اسمها LED طلع من كوريا، MP3 اللي احنا بنتكلم عليه طلع من ألمانيا. يعني المواطن بيشعر بالحاجات اللي بيستخدمها استخدام يومي من مخرجات تكنولوجية عالية في هذه الدول، فبالتالي بيشعر بيها. احنا لسه ما وصلناش للمرحلة الى ان احنا ممكن نطلع مخرجات تكنولوجيا عالية يشعر بيها المواطن، لكن زي ما اديت الامثلة في الاول دي مخرجات بسيطة ما هياش تكنولوجيا عالية قوي وما لهاش اسواق عالمية، لكن ليها تأثير مباشر بالفرد بتاع المجتمع، وده اللي احنا يهمنا نبرزه، وان شاء الله نقدر نقتحم في التكنولوجيات العالية عشان نقدر نفيد المجتمع بيها ويحس بيها المواطن العادي. توجد أبحاث علمية كتير وموجودة الأبحاث العلمية بأعداد رهيبة، هل الأبحاث العلمية دي خدت دور التطور من عملية وجود الأبحاث دي لدور التنفيذ؟ هو برضه احنا لازم نكون واقعيين، احنا عندنا عدد أبحاث كتيرة، لازم نبقى عارفين ان البحث العلمي ليه أربع مخرجات، الأربع مخرجات دول لما يتحققوا بعدد كبير يبقى احنا بنأدي دورنا كويس. أول حاجة هو النشر العلمي اللي زي ما حضرتك قلت اللي هي الأبحاث، ثم بيالي ذلك براءات الاختراع، ثم بيالي ذلك كمخرج ثالث النماذج الأولية، ثم بيالي ذلك المخرجات النهائية أو المنتجات. إحنا بارعين جدا في الأبحاث، نقدر نخرجها ونعمل أبحاث جيدة، وبالتالي ده موجود فيه على مستوى العالم، مخلي مصر دولة تعتبر في المصاف الدول الكويسة، ماهيش عالية قوي ولا سيئة، لكن في مصاف الدول الكويسة في هذا النشاط. لكن أنشطتنا في المجالات الثلاثة الأخرى ضعيفة، لا تتناسب مع حجم المصادر الموارد الموجودة البشرية ولا حجم العلماء الموجودين عندنا. والسبب في هذا أنه ما كانش بيطلب من علمائنا أنه يكمل دورة العلوم والتكنولوجيا لغاية الآخر، هو مطلوب منه يعمل أبحاث جيدة تنشر دوليا أو محليا ثم تؤدي إلى ترقيته، وغير مطلوب منه ان يعمل براءات اختراع ولا يعمل نماذج أولية ولا يعمل منتجات. دلوقتي الدولة تطلب هذا الكلام، وبالتالي العالم وهو بيحط خطته البحثية بيفكر ايه المنتج النهائي اللي هيطلع منه من هذا الموضوع، ايه الاستفادة اللي هتعود على المجتمع من هذا الموضوع. كل ما يكون ده واضح وقريب الوصول اليه كل ما معناه ان هيكون عندنا تأثير قوي على المجتمع، وده الهدف اللي احنا بندور عليه. النقطة الثانية انه المخرجات دي محتاجة عناية ومحتاجة رعاية ومحتاجة تطوير في اسلوب الاداء بتاعها، وده اللي يهمنا جدا انه يحصل. يعني النهاردة انا لما يكون عندي مخترع وعنده براءة اختراع محتاج ان انا ارعاه ومحتاج ان احطه في البيئة المناسبة عشان اقدر اوصله من البراءة العادية الى المنتج النهائي، وده اللي مش حاصل في الوقت الحالي، ومحتاج ان يتعمل له بعض التعديلات وبعض المبادرات اللي احنا بدأنا في تنفيذها عشان نقدر نوصل لهذا الحل. فكيف نعبر بالعالم من مرحلة الأفكار إلى مرحلة المخرجات النهائية؟ وصلنا فعلا للدور دوت في الفترة الحالية بعد التطوير وبعد الاتجاهات الحديثة، هل بدأت فعلا تظهر نور أبحاث علمية الفعلية اللي موجودة النهاردة؟ في هو قليل منه بيقدر يعبر هذا المنطقة حساسة ويقدر انه يعدي الى المنتج النهائي، لكن احنا محتاجين زي ما قلت حجم هذه المنتجات لا يتناسب مع حجم الموارد البشرية الموجودة عندنا وقدرة العلماء اللي عندنا في مصر، فاحنا محتاجين ننمي هذا العدد لما هو اكبر من كده بكتير، محتاجين ان احنا ندعمهم في هذا المجال، محتاجين ناخد المخاطرة عشان نعمل هذا الموضوع، محتاجين مشاركة القطاع الصناعي معانا في هذا الموضوع، محتاجين مشاركة القطاع المدني معانا في هذا الموضوع. ده كله أسباب، ومحتاجين نوفر الآلية اللي تسمح بهذا النظام، وعشان كده احنا عملنا وحدة جديدة وان شاء الله نعلن عن افتتاحها قريب جدا، هي وحدة التصميم الصناعي اللي هي بتاخد الأفكار وتحولها إلى نماذج أولية
يستطيع بها الباحث او القائم عليه يقدر ان هو ياخد هذه المخرجات ويديها للصناعه ويقدر ان شاء الله يقربها ليهم. فدي خطوه جيده جدا قامت بها وزاره البحث العلمي عشان تساعد الباحثين في الوصول الى بر الامان زي ما بيقولوا، والوصول الى منتجات يستطيع ان يستخدمها المجتمع نفسه. تمام. هو يعني بعد اذن عليكم بالنسبه لدور البحث العلمي، النهارده دور البحث العلمي كوزارة او كاتجاه بامكانياته برضه هيعتبر في حكم الامكانيات المحدودة، هل للقطاع الخاص وهل للمجتمع المدني دور في هذا المجال والهيئات المختلفة اللي موجودة اصبحتوا بقيتوا تدوها مساحة من العمل، وهل اصبح في مساحة من الامكانيات لدعم البحث العلمي؟ هو طبعا احنا البحث العلمي زي ما احنا عارفين امكانياته المتاحة اللي بتوفرها الدولة على قد امكانياتها تعتبر محدودة، يعني احنا بنصرف تقريبا 4 من 10% من الدخل القومي، وده مبلغ قليل، احنا بنطمح ان احنا نوصل الى 1% على الاقل. لو وصلنا ل 1% هيبقى من الدول اللي هي نقدر نقول عليها نامية وتستخدم علوم وتكنولوجيا بشكل جيد. لكن لو نعرف ان اليابان نهضت وكوريا نهضت بدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لو نعلم ان المجتمع المدني بيقف في امريكا ورا التعليم بقوه، كل ده لسه في مساحه كبيره لمشاركه القطاع الخاص والصناعي والقطاع المدني معانا في هذا الموضوع. في بوادر امل جيده جدا بتحدث حاليا، ونتمنى ان شاء الله انها تنشط اكتر ويزود دورها وتفعيلها، زي اللي احنا اعلناه قريب عن منح شباب الباحثين بمشاركه جمعيه مصر الخير. دي طبعا جمعيه اهليه بيرأسها فضيله المفتي الدكتور علي جمعه ومجموعة من الناس اللي هم يعني بيرعوا مصالح مصر وبيرعوا خير مصر وبيسعوا له، واحنا بي 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 بنأمل ان هذا التعاون يتوسع في مجالات اخرى وينضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني لدعم البحث العلمي لخلق شباب جديد وخلق علماء جداد يستطيعوا ان هم يقوموا بنهضة مصر بعد كده. هو بدون شك دكتور ماجد في حتة مهمة جدا، ان احنا مش هنقدر ننكر غياب التنسيق ما بين الجهات البحثية وما بين اللي هي بتسبب في إدارة في ميزانية الدولة وما بين إيجاد حلول للتغلب على ده. هل النهاردة في محاولات ربط ما بين الاثنين في الفترة الحالية؟ لا، هو حضرتك احنا من حوالي سنتين صدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس بيرأسه رئيس الوزراء، والمجلس ده فيه 8 من الوزراء المعنيين بالعلوم والتكنولوجيا وجواه 6 من علمائنا الكبار جدا و3 من رجال المجتمع المدني. المجلس ده وظيفته ان يقول ايه الاولويات اللي احنا في مصر المفروض نشتغل عليها. هذا الدور ما كانش بيلعبه حد قبل كده، فكان كل مركز او جامعه بتقوم بابحاثها بما يتراءى ليها حسب طبيعه عملها. لكن بهذا الوضع دلوقتي اصبح في اولويات لمصر نقدر نشتغل عليها ونحط عليها مصادرنا التمويليه ونحط عليها باحثينا اللي بيعملوا هذا الشغل، وبالتالي لازم يحدث بالطبيعه كده التنسيق ما بين المراكز البحثيه، لان المشروعات المتاحه والبرامج المتاحه في الوقت الحالي من صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه مبنيه على التعاون والتنسيق ما بين المراكز البحثيه والجامعات، وبنسمح بالتمويل مش بس للمراكز البحثيه ولا الجامعات، لكن ايضا للقطاع الخاص والقطاع المدني ان يتقدم ويحصل تنسيق ما بينهم. كل ما يكون التنسيق عالي، كل ما يكون المشروع ذو جوده، وكل ما يكون المشروع بيهدف الى تحقيق اولويه احنا محتاجينها وفي اطار تنافسيه واضحه للجميع وشفافيه، هو اللي يحصل على التمويل وهو اللي يبدا يوجد له مصدر التمويل اللي يخليه يحقق الهدف المطلوب منه. فالتنسيق طبعا ضروري وبدا تفعيله فعلا بالاليات اللي انا قلتها دلوقتي، ونتمنى ان دايما هو ده يكون الهدف، ان يكون مبني الموضوع على الجوده والتنافسيه والتنسيق ما بين الاماكن حتى لا يحدث هدر في الاموال ولتوفير المصادر التمويليه المتاحه الصغيره عندنا، ويبقى العائد اللي طالع منها يكون افضل. بالنسبة للدولة النهاردة معيار الدولة بيبقى بمعيار الجيل اللي هي بتتبناه. النهاردة في مصر الجيل الغالب هو جيل الشباب. ايه هو دور البحث العلمي
فقلب تبني خبرات الشباب النهاردة اللي هي بيبقى لها اختراعاتها وليها أبحاثها وليها أوضاعها، لأنها هي الكادر الحقيقي المستقبلي اللي بتبنى عليه الدولة، وخصوصا ان احنا عارفين ان في شباب كتيرة جدا لها أبحاث علمية عظيمة جدا ومتطورة جدا وموجودة في البحث العلمي. ايه هو النهاردة دور البحث العلمي في مساعدة الشباب ديت الوصول بيها للنتيجة المرجوة في إظهار إلى النور عملية البحث العلمي بتاعنا؟ حضرتك الشباب، وما أنا مش هبدأ بالشباب كمان، أنا هبدأ من الأطفال، وهم ليهم دور مهم جدا ولازم نعتني بيه. لكن لو كلمنا على الشباب، الشباب بالنسبة لنا هم الأساس وهم المستقبل، وبدون إحنا الحمد لله ربنا كرمنا إن إحنا دولة شابة مقارنة بدول بتشيخ حاليا حتى في أوروبا، ودي ميزة نسبية قوية عندنا، إن عندنا السن المجتمع بتاعنا ونسبة المجتمع 50% تقريبا بتتقع في سن الشباب، ودي ميزة نسبية كبيرة لمصر. لازم نعظم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن. وبالتالي لو جينا نتكلم على دور الأكاديمية ودور البحث العلمي مع الشباب بالذات، إحنا طبعا بنوفر منح سفر كتيرة جدا للشباب من 3 لـ6 شهور يسافر في الخارج بره، عن طريق مبادرة اسمها الانتماء والشراكة، بحيث ان بنربي جواه حس الانتماء القومي للوطن، وفي نفس الوقت بنعمل مشاركة بينه وبين المجتمع الخارجي حتى يستطيع اكتساب الخبرة ثم العودة مرة اخرى للمشاركة في البحث العلمي في مصر. اما المبادرة الثانية الكبيرة اللي احنا عاملينها في الاكاديمية هي مبادرة جيل شباب العلماء. المبادرة دي هي مبنية على اختيار الشباب الخريجين اللي هم لم يسعدهم الحظ بان هم يكونوا معيدين او بحاث في المراكز البحثيه وتقديراتهم عاليه، وبيقدموا مشروعات جيده وخطط بحثيه جيده، ويتم المنافسه بينهم. واعلنا الفتره اللي فاتت على المنحه الجديده لشباب الباحثين، بندعمهم لمده 30 شهر حتى الحصول على درجه الماجستير، بنوفر لهم فتره تدريبيه في الاول من 3 لـ6 شهور تديهم تدريب مكثف كيف يستطيع أن يكون عالم، يفهم طبيعة البحث العلمي، يفهم طبيعة العمل في المعامل، وبعد ذلك يبدأ خطته البحثية. فبالتالي إحنا كده بنخلق جيل جديد من العلماء عارف دوره كويس، ليه خطة واضحة لأولويات البلد، وندعمه لمدة 30 شهر دول، وقريب إن شاء الله هنعلن عن الخطة الجديدة لدرجة الدكتوراه بالنسبة لهم، ودي برضو هتفيدنا بشكل جيد جدا إن شاء الله. يعني إن شاء الله. هو بعد إذن الأستاذ الدكتور مجد، إحنا في برنامج صوت الحق والقانون بيحكمنا أهم سؤال دايما مبنى عليه البرنامج، وهو إيه هي القوانين واللوائح المنوط العمل بيها وفي سياقها اللي بتحكم العلاقة ما بين العمل داخل الأكاديمية البحث العلمي؟ طبعا القانون اللي إحنا بنسعى به هو قانون الدولة، وهو طبعا يعني اي قانون في بعض المعوقات والبيروقراطيات اللي احنا عارفينها جميعا، لكن احنا بنسعى مع 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 الدوله بقوه لكسر هذه البيروقراطيه وتعديل القوانين اللي بتعوق احيانا التقدم، زي مثلا تحويل بعض المراكز البحثيه الى وادي للعلوم او ساينس بارك زي ما حصل في مدينه مبارك، جعل المنطقه استثماريه فتنهض ب الابحاث التي تتم وتقرب الصناعه مع البحث العلمي. يعني يوجد الكثير من المعوقات، لكن احنا طبعا بنلتزم بان الفلوس اللي بتمول بيها لغايه دلوقتي 90% بتجينا من الدوله، فيجب ان نلتزم بقوانين الدوله، ويجب ان نلتزم بكل قواعد اللي بتحط عليها الدوله معانا عشان تشرف على هذه الاموال، وايضا نوجد او الطرق البديله التي تستطيع ان تحقق نهضه ونقله نوعيه في العلوم والتكنولوجيا حتى نقدر نحقق الاهداف اللي احنا بنتكلم عليها. فبالتالي طبعا القوانين واللوائح شيء كبير ومكمل، جزء مهم جدا في طبيعه المنظومه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي تخلينا نقدر ان احنا نساعد على مناخ الباحث وتعديل المناخ اللي بيعيش فيه، تطوير الدخل بتاعه، تطوير الامكانيات المتاحه ليه في معمله، تطوير المراكز البحثيه بحيث انها تسمح بالانطلاقه اللي احنا عايزينها. كل الكلام ده كله لازم يتم طبعا في اطار قوانين ولوائح سواء محليه او دوليه. يمكن حضرتك بالنسبه للتطوير قلت حضرتك ان في بعض المعوقات البيروقراطيه بالنسبه للقوانين،
هل هناك دور في المسألة ديت في مشاريع قوانين بتعدل تسجيل المعوقات ديت في الفترة الحالية؟ هو طبعا يعني دي كلها ما فيش حاليا قانون معمول للبحث العلمي في الوقت الحالي، ولا معمول اوريدي، ولا في مسوده، ولا في اي شيء، لان القانون زي ما حضرتك عارف بينبع من الاحتياجات اللي هي بيطلبها المجتمع، والمجتمع العلمي عنده الكثير من المشاكل، واحنا مع بدايه الصحوه الجديده بنتحسس الطريق اللي بيحصل فيه بالظبط، وبالتالي في الفتره القادمه من خلال النقاش بين العلماء، من خلال النقاش بين المجتمع العلمي، هينتج منه الاولويات والمشاكل التي يجب ان نتعامل معها بشكل قانوني مناسب، وبالتالي بعد فتره من الدراسه ومشاركه المجتمع ككل، لان هو اللي بينفذه، ينتج منه في الاخر المواد القانونيه اللي ممكن تستعملها. في موضوع من الموضوعات الحديثة على الساحة اللي فيها تطوير سريع، اللي هو حماية الملكية الفكرية. هل حماية الملكية الفكرية اللي بتكفلها القوانين المختلفة، دور البحث العلمي فيها هنا ايه؟ طبعا حماية الملكية الفكرية هي الاساس لرعاية الابتكار. لو ما فيش حماية للملكية الفكرية لن يكون هناك ابتكار، ودور الأكاديمية في هذا المجال مهم جدا وحيوي جدا، لأن احنا عندنا مكتب براءات الاختراع المصري، وهو ده اللي بيحقق الحماية للملكية الفكرية، وده اللي بيبقى صمام الأمان زي ما نقول إلى الابتكار، وده شيء مهم جدا يكون موجود. طبعا مكتب براءات الاختراع المصري مش بس بيوفر حماية للملكية الفكرية للبراءات في مصر، لكن أيضا في العديد من دول العالم الأخرى، منهم عن طريق اتفاقية البي سي تي بيوفر في 142 دولة، وده كله بيحسن في المناخ، وبيؤدي في النهاية إلى إن احنا يكون عندنا مجال للابتكار قوي. وزي ما قلت حضرتك في بداية كلامنا، إنه تعليم، البحث العلمي، ثم الابتكار، ما بين الثلاث حاجات دول لازم هم الأساسيات اللي انت من خلالهم تقدر توصل لمجتمع أو اقتصاد قائم على المعرفة. فمكتب براءات الاختراع بيخدم في مرحلة الابتكار، ازاي يحمي الملكية الفكرية، ازاي يرعى المبتكر او المخترع ويحافظ على حقوقه. طبعا احنا كأي دولة عندنا بعض المشاكل الموجودة في هذا القطاع، ومحتاجين ان احنا نعلي التطوير الموجود فيها. حصلنا على شهادات دولية، الاكاديمية حصلت على شهادات دولية في هذا المجال، لكن المجال لسه واسع للتطوير اكتر، ودعم المخترعين اكتر، وتكسير بعض البيروقراطيات الموجودة، وتقليل الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم عليها، حتى يسهل هذا المجال اكتر للمخترعين بما يتناسب مع الحجم، نقول الدولة زي مصر ووزنها اللي فيها قرب 80 مليون نسمة، المفروض يكون ابتكارهم ومساهمتهم في البحث العلمي اعلى بكتير. لو جينا احنا قلنا دلوقتي بالنسبة لبروتوكولات التعاون المشترك في ظل عقد العلوم والتكنولوجيا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، ايه هي دلوقتي النهارده البروتوكولات اللي اتعملت واللي هي بتحقق الوضع دوت، واللي خلت الاكاديميه النهارده في بتسير من افضل الى افضل؟ هو الحقيقه يعني الحقيقه الفكر دوت اللي بيطبقه الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بانه خلق مسمى جديد، والحقيقه دول العالم حتى اقتبسته منه. يعني المسمى ده اسمه دبلوماسيه العلوم. دبلوماسيه العلوم هي ازاي انك ممكن تستخدم العلوم والتكنولوجيا اللي معروف ان ملهاش حدود ولا ليها سياسه ترتبط بيها، وممكن التواصل من خلالها مع كل دول العالم وبعضها. وبالتالي سياده الرئيس في 2006، في اخر 2006 اعلن جزء اساسي من سياسه العلوم دي اللي بنتكلم عليها، او دبلوماسيه العلوم، اسمها عقد العلوم والتكنولوجيا. وعقد العلوم والتكنولوجيا المقصود بيه 10 سنوات متتابعه من التعاون مع دول عالم مختلف. وبدانا اول سنه في 2007 مع المانيا، ثم في 2008 مع اليابان، ثم في 2009 مع ايطاليا، والسنه دي 2010 مع فرنسا، والسنه الجايه ان شاء الله 2011 هيبقى مع امريكا، والسنه اللي بعدها هيبقى مع الصين
وتفضل الدائرة شغالة بهذا. الهدف ان هو في كل سنة من هذه الاعوام يتم الالتقاء بين العقول الكبيرة والذكية في البلدين بما يتناسب مع اولوياتنا، ثم يبدأ تنشيط الشبكات ما بين البلدين تسمح بالوصول لاولوياتنا ومضاعفة مصادر تمويلنا وانشاء الجامعات زي ما حصل كده، واعلننا من فترة صغيرة عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودي الجامعة الوحيدة اللي تم انشائها خارج اليابان، يعني الجامعة الوحيدة اليابانية بره الاراضي اليابانية هي الجامعة الوحيدة اللي موجودة عندنا هنا في مصر، اسمها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تركيزا للعلوم والتكنولوجيا. وده حصل مع اليابان ليه بالذات؟ لان زي ما احنا عارفين ان اليابان تقريبا ما عندهاش اي مصادر طبيعية، وكل الاقتصاد بتاعها قائم على العلوم والتكنولوجيا، فتعتبر مثل حي وقوي لهذا النظام. بالإضافة إلى أن مصر دورها كبير وموقعها الجغرافي المميز وثقلها في المنطقة أدى إلى أن اليابان اختارت مصر أنها تشاركها في هذه المبادرة الهامة جدا عشان تخدم مش بس مصر لكن تخدم كمان أفريقيا والدول العربية اللي حوالينا. العوامل الأخرى مع ألمانيا أو مع إيطاليا أو مع فرنسا كلها برضو ليها مخرجات قوية بتسمح بأن احنا نفعل منظومة العلوم والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة اللي ليها دور كبير في العلوم والتكنولوجيا، وده بالتالي بيعود بعائد كبير على أدائنا وعلى تأثيرنا وتأثير منظومة العلوم والتكنولوجيا الجديدة. وحقيقة في ظل كلام سعادتك عايز أوصل لحاجة، موقع أكاديمية البحث العلمي النهاردة بين مختلف دول العالم من حيث براءات الاختراع. هو برضو احنا يعني دور الأكاديمية خمس حاجات مختلفة، براءات الاختراع احداها، لكن دور الأكاديمية الرئيسي هي منارة العلوم والتكنولوجيا لمصر، بينتمي اليها كل علماء المصريين سواء من الداخل او من الخارج، دورهم الرئيسي هم خلاصة الفكر والذهن بتاع العلماء كلهم، وبالتالي هم دي مجالس الفكر اللي بتعد للمستقبل. الدور الثاني براءات الاختراع والحفاظ على الملكية الفكرية. الدور الثالث هو منح شباب الباحثين وكيفية خلق جيل جديد من العلماء المتميز. ثم الثقافة العلمية، والثقافة العلمية دور مهم جدا عشان نعلم أولادنا وشبابنا ما هو العلم وما هي فائدته، فبالتالي نزيد الشغف عندهم للعلوم والتكنولوجيا. ده دور الأكاديمية اللي احنا بنتكلم عليه. الأكاديمية في نفس الوقت دورها على مستوى العالم كله مشاركة مع العديد من الأكاديميات الأخرى في كثير من المؤتمرات الدولية وتفعيل أنشطة ما بيننا وما بينهم، وبالتالي احنا ان شاء الله العام القادم هنحتفل بمرور 40 سنة على إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مصر، وده يعتبر يعني إنجاز كبير وتاريخ طويل شارك فيه العديد من العلماء والجليء والعلماء الأجلاء من الجيل السابق اللي هم أنشأوا الأكاديمية وطوروها وحافظوا على دورها خلال السنوات السابقة، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونحافظ على دورها ونكبره في السنوات القادمة إن شاء الله. الأستاذ الدكتور ماجد الشربيني رئيس الأكاديمية البحث العلمي ونائب وزير الدولة، سعدنا بلقاء سعادتك وبالمعلومات الموجودة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله لقاء قريب ويكون في أخبار جديدة مع تطوير جديد إن شاء الله بإذن الله في النواحي العملية فعلا اللي نستفيد منها من خلال الأبحاث المقدمة. شكرا لفعل جهازك.